عسلامة، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. اليوم رجعت لكم في غوسيت جديدة، غوسيت جيتنا بنا الدوخ. باش نشوفوا مع بعضنا إن شاء الله اليوم غوسيت الفريزيي بالكريم موسلين. راهي روسيت سهلة، جوست إنكم تتبعوا لزيتاب متاع الغوسيت بالباهي. أول حاجة باش نحضروها هي الجنواز. نستحقوا 5 عظمات تكون على تمبيراتور امبيونت، 5 مغارف فيرينا، 5 مغارف سكر، وساشي سكر فاني. في بول باش نحطوا 5 عظمات. انا هنا راني باش نستعمل مول متاع 20 سنتيمتر، كان باش تستعملوا اكثر تكثروا في الكونتيتي. وزدتهم السكر فاني والخمسة مغارف سكر، وباش نركض الميلانج الكل بالباهي لين الميلانج متاعي يولي دوبل ويبيض. مرحلة مهمة برشا انكم الميلانج متاع العظم يتركض بالباهي بالباهي. هنا كي الميلانج متاعي ابيض ولا دوبل، باش نزيدو الفارينة. قلنا من الاول راهو 5 مغارف فارينة، ومهم برشا زيدا ان هنا الفارينة متاعنا نغربلوها باش كان فما كعابر متاع فارينة يتنحاو. وباش نخلطو بسباتول بشوية بشوية كيما قاعدين تشوفو. ردوا بالكم ان هنا في التخليط نزربوا شويه، راهو ميلونج العظم متيحنا، وهيك اللي يخلي الجنواز متاعنا ما تنجحش وفي الفور ما تجيش عاليه وتطيح. نتحصلوا على تكستور كما قاعدين نشوفوا فيها. خذيت بابي كويسون مدهون بالزبده وحطيت فيه الميلانج نتاع العظم والفرينه والسكر. ان هنا راني استعملت بلاتو ريكتانجل، نجموا راكم تستعملوا بلاتو مدور. وباش ندخلها تيب بين 10 و 15 دقيقه على درجه حراره 180 درجه. هنا بعد ما طابت قصيتهم، انا هنا راني قصيتهم 18 سنتيمتر كما قلت لكم. راهو احنا المره الاولى المول نتاعنا باش نستعملوها هي 20 سنتيمتر، ثم بعد نقول لكم علاش قصيناهم 18 سنتيمتر. ونتعدي ونحضروا الكريم موسلين. باش نستحقوا ايتر حليب، 200 غرام سكر. المره الاولى باش نستحقوا 50 غرام زبده تكون على تمبيراتور امبيونت، 100 غرام نشي، زوج ساشيات سكر فاني، وثمانية أصفر متاع عظم. باش نركضوا العظم والسكر فاني والسكر في الوقت هذاك اللي احنا باش نركضوا فيه العظم، باش نحطوا الحليب متاعنا يسخن على تمبيراتور تكون موين. وباش نركضوا الميلانج متاعنا لين الميلانج يولي دوبل ويبيض كيما العاده. بعد ما الميلانج متاعي ضاعف الفوليوم متاعو كيما قاعدين تشوفوا، حبيت نوريكم التكستور اللي تحصلنا عليها. باش نجي نزيد 100 غرام نشي ونركضوا كل شيء مع بعضه.
مهم برشا انه نركضوا نشي بالبيهي بالبيهي باش ما يقعدناش فما كعابر، وهذه التكستور اللي تحصلنا عليها. في نفس الوقت يكون الحليب متاعنا غلي، وباش نزيدوه للميلانج متاع العظم ونشي والسكر. هنا راهو ايتاب مهمة برشا، ردوا بالكم كي تزيدوا الحليب سخون ما تحركوش، راهو الخليط متاعنا يكعبر وهكيكا يتهلك. وبعد شنعاودوا نرجعوه على الغاز ونقعدوا نحركوا بالطريقة هذية. لين الميلانج متاعنا باش يبدا يعقد، وكي طلع اكل لي بولي ذوكم اللي قاعدين نشوفوا فيها، راي الكريمة حضرت. كيف كيف راهو نطيبوها على نار تكون متوسطة. حاجة مهمة برشا اللي الكريمة متاعنا راهي تكون شادة روحها كما قاعدين تشوفوا، ردوا بالكم انكم تهبطوها جارية، رايها كيكة تجينا جارية الكريمة حتى بعد ما تبرد. وهنا باش نزيدوهم 50 غرام زبدة ونقعدوا نحركوا لين الزبدة تدخل في الميلانج الكل. وباش نغطيو الكريمه متاعنا ما نخليو حتى كونتاكت متاع هواء، سينو بعد رانا كي نجيو نركضوها باش تطلع لنا اكل لي بول متاع الهواء ومنظرها يكون مش مزيان. وباش نخليها في الفريجيدير تبرد على القليله ساعتين، في الوقت هذاك نكون خرجت 400 غرام زبده ونخليها على تمبيراتور امبيونت. باش نتعدى نحضر السيرو اللي باش نسقي به الجينواز، خذيت 100 غرام سكر عليها 200 غرام ماء ونخليهم يغليو لمده 5 دقائق. بعد ما الكريمه متاعنا بردت بالبيهي كما قاعدين تشوفوا، وباش نجي نركضها بالبيهي لين التكستور متاع الكريمه تولي لنا سوبل. وباش نبدا نزيد الزبده على القليله 4 مراحل، ما نزيدوش الزبده فرد مره، نزيدو الزبده المره الاولى بشويه بشويه لين يدخل في الميلانج، ونكملو حتى نكملو 400 غرام الزبده اللي عندنا. هنا بعد ما كملت الزبده شوفوا كيفاش الكريم تاعي جات ياسر خفيفه وياسر ياسر بنينه. هنا خذيت كعبه الفريز باش نوريكم الطريقه اللي باش نقصوا بها باش نزينوا بها لي باغوا نتاع الفريزي نتاعنا. تاخذوا كعبه الفريز تنحيوا منها الاخضر هذاك ونقصوها بالطول كما قاعدين تشوفوا. المول اللي انا باش نستعملها خذيت هنا مول متاع 20 سنتيمتر، وباش نستعمل الغدويد كان ما عندكمش راكم تنجموا تغلفوا المول متاعكم بالبابي سيلوفان، هذاك يعاونكم من بعد في الديمولاج متاع الجاتو باش يجينا الجاتو ياسر مزيانه. وباش نلصق الغدويد متاعي استعملت الشحور اللي باش نسقي به الجينواز، وباش ندوروا على كبر المول متاعي. خذيت البلاتو اون كارتون هذاك باش يساعدني بعد فيها زين الجاتو، وباش نحط الجنواز الاولانيه. حبيت نوريكم كيفاش خليت الفراغات هذوكم رانا باش يتلموا على خاطر باش نحطوا فيهم الفخاز. وباش ندهنوا الجنواز متاعنا بالشحور، انا هنا راني شحور خليته اكثر وقت، انتم ماذا بيكم ما تفوتوش الخمسة دقائق، يكون اجرى من اللي انا استعملته.
باش ناخذ كونتيتي الفريز اللي باش نستعملها وباش ندورها على كبر البلاتو كيما قاعدين تشوفوا. على هذيك استعمل جينواز 18 سنتيمتر والمول متاعي كان 20 سنتيمتر على خاطر الفراغ هذيك باش نملاه بكعبات الفريز. وباش نكملوا بنفس الطريقه لين المول متاعي الكل تكمل. في بوش متاع دوي حطيت الكريم موسلين وتويكا الحرفات هما اللي باش نجي نلمهم اللولانيين. علاش باش نحط الكريمه من الاول بالفاسون هذيا؟ باش من بعد كي نجي نعمل الديمولاج متاع الجاتو متاعي ما يبداش فما فراغات. راهي المرحله هذيا مرحله مهمه برشا. بعد ما كملت الطوغ الكل باش نجي تويكا نعبي الوسط. وكي يبقى عندي فراغات كيف كيف نزيدهم الكريم وبسباتول باش نحاول اني نستوي الطبقة الكل بالباهي. باش ناخذ كعبة فريز كاملين ما همش مقسومين وباش ندورهم على كبر البلاتو في الوسط كيما قاعدين تشوفوا بالطريقة هذية. وباش نزيدهم كونتيتي متاع كريم ونحاول اني نغطيهم الكل. باش نكمل بالطبقة الثانية متاع الجينواز. مهم برشا انكم ترصوا بالطريقة هذية كما انا وريتكم. وباش نسقيوها بالشحور. حتى راهو كان ما حضرتوش شحور تنجموا تاخذوا شويه حليب وزيدوا عليه شويه قهوه وتسقيوا به الجنواز متاعكم. وهنا باش نكمل بالكونتيتي متاع الكريم اللي تبقات لي. ونحاول نستويها على كبر البلاتو وندخلها تبرد. انا راني هنا خليتها ليله كامله. بعد ما الجاتو متاعي بردت بالباهي بالباهي باش نجي نحي منها المول وشوفوها كيفاش جات شاده روحها ومنظرها ياسر مزيان. باش نعطيكم استيوس اخرى كي يبدا فما فراغات في وسط الجاتو كيما قاعدين تشوفوا هنا بسباتيول متاعكم نحاولوا ان نغطيوهم. بالنسبة للزينة باش نستعمل كريم شانتيي خديت 200 ملليلتر كريم ليكيد. راهو مهم برشا انو المعون اللي باش نخدمو فيه يكون بارد والكريم ليكيد متاعنا تكون باردة. وخديت 50 غرام سكر. اول حاجة باش نركض الكريم وكي نحسها اللي بدات تتماسك بالباهي باش نزيدها الخمسين غرام سكر. هنا الكونتيتي متاع السكر كان تحبوها احلى راكم تزيدوا. ديما السكر حسب الذوق في الكريم. حبيت نوريكم كيفاش الكريم متاعنا شدت روحها وجات عاقده بالباهي.
الزينة متاعي باش نستعمل دوي هي 03AH، نجمو تتكمانديوها حتى على الانترنت. وباش نبدا نزين بالطريقة هذية، هنا راهو زينة اختيارية، انتوما تنجمو تزينوا كيما انتوما تحبوا، انا هنا نعطيكم ايدي وانتم ليكم الاختيار. انا هنا حبيت نزين بالشانتيي خاطر الشانتيي خفيفه ومع الكريم موسلين تعطينا جو ياسر ياسر بنين، جربوه وتفكروني. وباش نكمل نزين بنفس الطريقه لين نكمل الجاتو الكل. خديت كعبات فريز وقصيتهم بالطريقه هذيا، وباش نجي نزينهم في وسط الجاتو من فوق. رسيتنا متاع اليوم كملت، ان شاء الله تكون رسيت واضحة ومفهومة كما العادة. وكان عندكم اي كيستيون ما تنسيوش باش تكتبوا لي في لي كومنتير، ونستنى تشجيعكم متاع العادة باللي جيم ولي كومنتير وبارتاجيو الفيديو. وما تنسيوش زيدا تابعوني على انستغرام اسماء بقلوتي، وان شاء الله نتلقاو في رسيت جديدة. وما تنسيوش زيدا كانكم ماكمش ابوني على الشين يوتيوب متاعي، اعملوا ابوني.